ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الاثنين 22/8/2022 بالنسبة ليك النهاردة يا حمل في المتوسط، هيكون يومك ده مناسب جدا ليك، هتحصل على النجاح في شغلك اللي بيعتبر مهم. ما تخليش ثقتك في نفسك تنخفض النهاردة، حاول انك تخلي نفسك منخرط في كتير من الانشطة اللي بتعتبر انتاجية، خليك مهذب اكتر، خاصة لما بيبقى في تفاعل حلو جدا ليك في الفترة دي مع كل الاشخاص اللي حواليك في المستوى الاجتماعي. هتحتفل النهاردة بحاجة خاصة جدا مع اسرتك، وحتى لو حبيت انك تمشي في نزهة عائلية هتستمتع من خلالها باليوم ده. اللحظات الصغيرة دي فيها فرح هيبقى كبير جدا مع اسرتك، وهتستمتع معاهم وهتبقيك منتشي باليوم ده لانه مثالي علشان تمشي من خلاله في رحلة مع كل احبائك. ما تفوتش الفرصة المليانة بالمرح دي، خليك لطيف اكتر في كلامك ومهذب اكتر في سلوكك. هتتأكد من انك بتقضي كتير من الوقت مع اسرتك في الفترة دي، ما تخليش حاجة تخلي ثقتك في نفسك تنخفض في الفترة دي، تتأكد من انك تعزز شخصيتك من خلال احترامك لنفسك. بيوصل القمر عبوره للسرطان الدافئ طول اليوم ده، وبنسعى من خلاله للراحة وأمان. مع كل ده وجوانب يومنا هنكون على استعداد علشان نكتشف مناطق جديدة بتعبر من خلالها كوكب الزهرة بيبي امتياز. هتكون بتشوف كل الأنماط اللي ليها الصلة وهتستخدمها بشكل إيجابي أكتر علشان تشجع نفسك وتبدأ أكتر في الإثارة اللي عندك. علاوة على كل ده بيشير ترين معطارد لبلوتو فرصة إنك تكتسب ميزة ذهنية جديدة، هتتلاقى مع بعضكم البعض هيوفر لكم مزيد من البصيرة والفهم النفسي. هنكون منجذبين للبحث عن الحقائق والمواضيع والأفكار المكتشفة حديثا، هندور دايما عن رسالة مخفية نستفيد بيها. الوقت مناسب لابتكار استراتيجيات جديدة وتبتدي بالملاحظات المهرة.